على قصف هذا الحي، بالاضافه الى اشتباكات متقطعه في احياء حلب القديمه، واشتباكات ايضا اشبه بالمتقطعه في احياء حلب الغربيه كحي سيف الدوله وحي الاذاعه وعده احياء اخرى، يعني سمت مدينه حلب هذه الايام الاشتباكات المتواصله والقصف، ولكن القصف يشتد احيانا ويخف احيانا اخرى، القصف بمختلف انواع الاسلحه كما يعلم الجميع، الطائرات الحربيه والمدفعيه ورادمات الصواريخ وعده مناطق اخرى في مدينه حلب. طب كيف هي الحياه اليوميه في حلب؟ لا اتحدث عن المناطق التي تشهد الاشتباكات، ولكن اتحدث عن المناطق البعيده عن هذه الاشتباكات وهذه الاحداث. نعم، بالنسبة إلى الوضع الإنساني في مدينة حلب، يعني والله وضع إنساني صعب جدا جدا تعيش هذه المدينة، يعني القصف يصل كما قلت معظم الأحياء، الناس بحاجة إلى كل شيء، بحاجة إلى الدواء والغذاء وحتى الماء وحتى الكهرباء، يعني الوضع صعب جدا، أزمة خبز خانقة، أزمة على الوقود، يعني الآن نحن في فصل الشتاء. ينطبق على كل حلب ماجد أم فقط المناطق المنكوبة؟ طبعا في كل مدينة حلب تقريبا، يعني حتى الاحياء المسيطر عليها الجيش الحر تعاني نفس النقص، تعاني نقص في كل شيء، يعني عفوا الاحياء اللي مسيطر عليها الجيش النظامي تعاني نفس الموضوع، تعاني النقص في كل شيء، يعني نقص يعني كما يقول مرض الانسان في اي عضو يؤدي الى مرض الجسد بكامله، يعني عندما تكون الاحياء الشرقيه والغربيه واغلب احياء حلب تعاني هذا النقص، ايضا ستعاني الاحياء التي يسيطر عليها الجيش النظامي او التي لم تشهد قصف حتى الان، يعني القصف مستمر، يعني المعاناه الانسانيه في كافه مدينه حلب تقريبا. من حلب مراسل شبكه شمال الاخباريه ماجد عبد النور، شكرا جزيلا لك.